السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، فكرة جديدة بالقرعة الخضراء او القرع الاخضر او الكوسة، كل واحد كيفاش كيسميه. فاليوم جبت لكم فكرة جديدة اللي نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. فكتبقى طريقة باش كنحضروا بها وكنوعوا بها الاطباق ديالنا وكنستغلوا هكا الخضر. فإلا بغيتوا تعرفوا معايا المكونات وطريقة التحضير فما عليكم الا تتابعوني الى الاخير. ولا كنتو جاد على القناة فما تنساوش تشاركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، ونبداو على بركة الله. فأول خطوة غادي ناخد هنا واحد 350 غرام من الدقيق، فالدقيق على حسب الموجود عندكم في البيت، ملح حسب الذوق، معلقة صغيرة ونص ديال الخميرة الفورية الخاصة بالعجينة، ملعقة صغيرة غير مملوءة من السكر سنيدة، ملعقة صغيرة من خل الطعام، وعندي هنا واحد البيضه اللي غادي ناخد لها فقط البياض وغنحتفظ بالصفر الى الاخير. ثم غادي ناخد شويه ديال الزعتر اللي كنحكوه هكا في الخميره او لا عفوا في العجينه او في الدقيق، زيت الزيتون ما يعادل واحد الملعقه كبيره، وغادي نجمع العجينه بالماء دافي حتى كنحصل على عجينه اللي هي مجموعه وقابطه في راسها وما كتلصقش باليدين. وغادي نستمر حتى غنجمع العجينه مع إضافة الماء. هنا حصلت على عجينة اللي كيف ما كتشوفوا معايا مجموعة، فهاد العجينة ما كتحتاجش منها الدرك نهائيا، فقط كنجمعوها حتى كتجانس مع بعضها، وغادي نغطي عليها نخليها تختمر وتضاعف الحجم ديالها. غادي نحطها جانبا وغادي نمرو باش غادي نوجدوا القرع الأخضر. فبالنسبة للقرعة الخضراء غادي ناخد واحد الكمية ديال 500 غرام اللي عندي هنايا، ممكن تاخدوا أكثر أو أقل كيبقى على حسب شحال بغيتوا توجدوا. غادي نغسلها مزيان ونقطع ليها الاسفل والاعلى ديالها من تحت والفوق ونرجع معكم. صافي، هنا بعد ما غسلت القرعه وقطعت ليها الجوانب ديالها وخديت واحد البصله غادي نشلضها هكا رقيقه، ثم غادي نوضع واحد المقله فوق النار، نضيف ليها القليل من زيت الزيتون، هنا غادي نوضع زيت الزيتون في المقلاة اللي شعلت عليها النار او شعلت عليها البوطة، وغادي نوضع هاد البصلة كتشحر في الزويتة. وغادي نخليها كتشحر على ما نوجد القرعة، غادي نحكها في الحكاكة الغليظة او غادي نقوم بالبشر ديالها عفوا. صافي، غادي نخليها كتشحر. بالنسبه للقرعه فانا غادي نحكها في الحكاكه الغليظه كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله في البشر ونرجع معكم. هنا غادي نضيف الملح، فانا الملح ما ضفتهاش الاول لانني غرضي بالبصله تشحر في مع الزيت، فإلا ضفنا الملحه للخضر كتطلق الماء ديالها وما كيعطيش ما تعطيش داك المذاق اللي كان اللي بغيتو انها يعني تطلقوا مع الزيت، كتعطي واحد المذاق رائع جدا. هنا غادي نضيف ليها القرعه الخضراء اللي قمت بالبشر ديالها، بالنسبه للعافيه فهي متوسطه، ولكن لما كنوضعوا فيها القرعه فلازم يعني نجهدوا النار، لان الا ما جهدناش النار فالقرعه كتطلق الماء بزاف وكتعطل باش انها توجد، وحنا غرضنا بهذه الحشوه هذه تكون ناشفه. هنا كنضيف القليل من الفلفل الاسود، وغادي نضيف نصف ملعقه من القزبر اليابس، وغادي نضيف القليل من الزعتر، وغادي نخلي هذه المكونات حتى كيطيبوا مزيان وحتى كتنشف هذه القرعه من الماء ما تبقاش فيها الماء نهائيا.
هنايا خديت واحد جوج ثلاثه الفصوص ديال الثوم، كنضيف ليهم الزيتون الاسود واحد الكميه قليله، وزيت الزيتون اللي مرقداها في بالزعتر وبالفلفله الحاره. غادي نطحن مزيان هاد المكونات هادي حتى كنحصل على واحد العجين. فلازم هاد الايام نبقاو نستعملوا بزاف الثومه يوميا في الغداء ديالنا، ندخلوها لوليداتنا وناكلوها يوميا، لانها كتقوي الجهاز المناعي خاصه مع هاد الاوبئه وهاد المشاكل اللي كنعانيو منها هاد الايام هادي، عافانا الله واياكم. هنا غادي نضيف واحد جوج فرماجات، وغادي نضيف حك ديال الطول بعد ما نطفي على القرعه. فبعد ما كنطفي النار غادي نضيف لها جوج فرماجات، وغنضيف ليها هاد العلبه من السمك او علبه من التونه، وغنخلي الحشوه حتى كتبرد. بالنسبه للعجين بعد ما اختمرات وتضاعف الحجم ديالها كما كتشوفوا، راه هي كتختمر كتجي على هذا الشكل، كنحصلوا على عجينه اللي هي خفيفه ومهويه وفي نفس الوقت مجموعه، ما كتلتصقش نهائيا باليدين كيف ما راه تشوفوا معايا. صافي هنا غادي نشكلها، فغادي نقطعها الى اربع قطع، غادي نكون منها اربعه ديال الكويرات، وغادي نخليهم كيرتاحوا. صافي هنا بعد ما شكلت الكويرات غادي نقطع لهم نخليهم يرتاحوا، ثم غادي نبدا كنبسطهم. بعد ما ارتحت العجين فغادي نبدا كنبسط العجين ديالي هكا، غادي نطلقه بالمدلك كيف ما تشوفوا. راه العجينه ما كتلتصقش ولكن راها طيعه ورطبه في نفس الوقت، فهذه هي العجينه اللي كتكون ناجحه اللي كنخدموا بها الفطائر، كتكون مجموعه ما تكونش كتلصق وما تكونش يعني مطلوقه، فاذا كانت مطلوقه راه ما تصدقش معكم. وكنبسط العجينه على هذا الشكل هذا كنطلقها. هنا كنحصلوا على واحد العجينه دائريه، غادي نجيب واحد اللاطه اللي كتدخل الفرن، فكنرقوا العجينه مزيان. وغادي نجيب واحد المول، انا هاد المول عندي يعني ما كتلتصقش، الا عندكم لاطات عاديين فضروري انكم تدهنوها بشويه ديال الزيت، فانا عندي هذا النوع من النوع الجيد ما كيلتصقش. كنبسط العجين مزيان هكا، تنبسطها مزيان على اللاطه او على المول، فهادو دي مول خاصين بالبيتزا وكنستعملهم حتى الفطائر. ثم غادي ناخذ العجين اللي خدمته بالثومه وبالزيتون الاسود وزيت الزيتون، وممكن انكم تضيفوا ليه الحار او السودانيه او الهريسه حتى هي كتعطي مذاق رائع بالنسبه للناس كيبغوا المذاق الحار. ثم غادي نجيب الحشوه ديال القرعه الخضراء، وغادي نوضع واحد الكميه تكون مهمه، غادي نقسم هذه الكميه على جوج لان عندي جوج ديال الفطيرات اللي غادي نخدم. هاد الكميه غادي يدير ليا جوج ديال الفطيرات من الحجم اللي كتشوفوا معايا، فهذا حجم 30، كنبسطو هكا الحشوه ديالنا وكنخليو الجوانب ما نوصلوش ليهم لان غادي مازال نسدو عليهم. وضع كميه من الجبن، هنا عندي جبن موتزاريلا، ممكن يعني تخدموهم بدون جبن ما كاينش مشكل، فقط اكتفيو بالجبن اللي وضعناه في الحشوه. وبالنسبه بطبيعه الحال الناس اللي ما تيبغوش الاجبان فممكن تخدموا هذه الوصفه هذه بلا ما ديروا بها اي نوع من الجبن، كتجي رائعه وكتجي لذيذه. هنا بسطت العجينه الثانيه وكنوضعها فوق العجينه فوق الحشوه على هذا الشكل، وغادي غادي نسود مزيان، غادي نسد من الجوانب هكا بالاصابع ديالي، كنبقى نسد العجين باش كتلتصق مع بعضياتها وما تحلش لينا فطيره اثناء الطهي. في الوقت اللي انا كنوجد هذه الفطيره فانا شعلت الفرن كيسخن لانها ما كتختمرش مره اخرى، فانا شعلت الفرن على درجه حراره 200 من الفوق ومن التحت، وكنبسطوا العجينه ديالنا على هذا الشكل هذا باش كنحل نفرغوا الهواء اللي كيتكون. صافي هنا بعد ما بسطتها مزيان وقديتها كما كتشوفوا، غادي نزينها هكا بهاد الدائره هذه، فكنديروها هكا دوائر كنزينوا بهم الوجه ديال الفطيره.
ثم كيبقى لكم الاختيار في اي شكل بغيتو ديروه. انا زينت بهذا الشكل هذا حتى كنحصلوا على واحد الشكل اللي هو زوين. كنضغطوا مزيان ثم غادي نجيب واحد صفار بيضه اللي ضفت ليه القليل من الحليب، كنطرب مزيان الصفار ديال البيض وغادي نبدا كندهن ليها الوجه ديالها من الفوق صافي. وغادي ندخلها الفران طيب حتى يعني تحمر من الفوق ومن التحت. وبنفس الطريقه غادي نصوب الفطيره الثانيه. كندهنوها مزيان، كندهنو لها الوجه ديالها مزيان بصفار البيض. ثم كناخذ كناخذ مثلا كيردون كنثقبوا ليها هكا، نثقبوها واحد الثقيبه من الوسط باش ما تنتفخش اثناء الطهي. الفطيره ديالنا بعد ما خرجناها من الفرن راه كتجي على هذا الشكل هذا. غادي نزولها من اللاطه ديالها، كتجي محمره وكتجي اكثر من رائعه، فصدقوني الا جربتوها.